وكمان الاكتئاب نحن عارفين انه هو مراحل، الموضوع ده ممكن يتدرج ويصبح اكثر خطورة في مرحلة بعد مرحلة، لكن يعني نحن نكمل القواعد بعدين نرجع نتكلم فيها. يعني نحن تكلمنا اول قاعدة اللي هي قاعدة العطاء، والقاعدة الثانية قاعدة امتنان. الامتنان. بالضبط. القاعدة الثالثة اللي هي كن هادئا كل يوم. دي كيف دي؟ طيب دي طبعا أغلبنا ما بيقدر يسيطر ايوه عليها، وبالذات الناس اللي بتكون عندها مسؤوليات كثيرة ومشاغل في الحياة، الهدوء صعب إنه يتحقق يعني في يوم وليلة. فإحنا هنكون كيف لما عشان نحقق القاعدة الثالثة اللي هي الهدوء؟ تمام. لازم ناخد 20 دقيقة كل يوم، نبعد عن السوشيال ميديا، نبعد عن الدردشة، نبعد عن أي حاجة بتعمل لنا شوشرة، بس إحنا ناخد 20 دقيقة خلال اليوم. سمعت بها أستاذ عبير كثير، الصيام عن السوشيال ميديا. بالضبط. 20 دقيقة كافية جدا إنه تبعدي عن أي حاجة، تكوني تاخدي لك مساحة في البيت، تقعدي فيها مع نفسك هدوء، مغمضة عينك بعيدا عن أي حاجة مدة 20 دقيقة. بعدها ترجع لحياتك الطبيعية، عندك حاجة قاعد تعملي فيها تكمليها، عندك شغل، فمطلوب جدا الهدوء. فالهدوء ده أصلا ما بيتحقق يعني بسرعة، لازم نحن نمارس حاجات عشان نحس بالهدوء، من ضمنها كمان اليوغا، من ضمنها التأمل، وأهم حاجة اللي هو يعني الحاجات اللي احنا بنعملها الحمد لله في إسلامنا، اللي هو صحيح الاستغفار منها كمان. الاستغفار والإسلام والحاجات دي كلها يعني، والصلاة صحيح والكلام. بتهدي النفس جدا. بالضبط. يعني طبيعي يعني دي في، فالتحقيق الهدوء من الحاجات اللي أنا قلتها. وكمان يعني في بعض الناس كمان بتكون بيبعدوا شوية عن الحاجات دي، بحيث إنه هم بيختاروا حاجات تانية، يعني مثلا يمارسوا رياضة بيحبوها، هواية بيحبوها زي الرسم، زي مثلا بنات بيحبوا مثلا يمشوا المراكز تاعت التجميل، يظبطوا حاجات، يمشي يظبطوا يعمل شعرهم. شوبينج.